السلام عليكم أصدقائي، تحية طيبة. كثير من الأحبة محبي الأخبار والمعرفة طلبوا معرفة رأي الصحافة الألمانية حول الحدث الهام والكبير الذي حصل في دولة الجزائر الشقيقة بعدما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته. أصدقائي، أيضا كثير من الأحبة يرغبون بمعرفة رأي السيدة ميركل أو على الأقل وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس حول هذه المسألة. سوف نبدأ أصدقائي بعجالة. الصحافة الألمانية تناولت الخبر في صفحاتها، في الجرائد، في التلفزيون، في الراديو، كلها تتكلم عن هذا الأمر لأنه أمر كبير ورائع. من هنا أوجه تهنئتي إلى الشعب الجزائري الشقيق والجار الجارة الجزائر. مبروك، ألف مبروك، أنتم في الطريق الصحيح. المهم حافظوا على بلدكم وأتمموا في مساركم موفقين بإذن الله. كما قلت لكم، الصحافة الألمانية تناولت الحدث وتكلمت على كل الأمور التي أيضا تعرفونها من خلال روبورتاجات. تكلموا عن الرئيس بوتفليقة، قالوا بأنه يعني هو أصلا عاجز عن الحكم بسبب حالته الصحية. تكلموا عن دور الجيش، خصوصا قائد الجيش السيد الجنرال السيد أحمد قايد صالح، الذي تكلمون وقالوا بأنه الجنرال السيد أحمد قايد صالح هو من أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقديم الاستقالة. هناك من قال بأنه هناك صراع بين أخ عبد العزيز بوتفليقة، أظن اسمه السيد سعيد بوتفليقة على ما أظن، يعني أخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في صراع قوي مع رئيس الجيش. أصدقائي، وأيضا قالت الصحافة الألمانية بأن رئيس الجيش اتهم بعض الأشخاص الذين هم يعني حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دون أن يذكر الأسماء، وقال بأن هؤلاء الأشخاص سرقوا الجزائر وكفاية سرقة للجزائر. الصحافة الألمانية والتلفزيون الألماني الأول لمح إلى أن الجنرال يلمح إلى أخ عبد العزيز بوتفليقة. أصدقائي، كما تلاحظون ما زال هناك صراع بين قادة الجيش خصوصا السيد أحمد قايد صالح وبين أخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أظن اسمه سعيد بوتفليقة، وحاشيتيهما يعني ما زال يتصارعان إلى آخره. أيضا تكلموا بأن الشعب لا يريد، يعني الشعب أيضا يطالب بتنحي الجنرال أحمد قايد صالح لأنه يمثل الحقبة القديمة، وقالوا بأن الشعب الجزائري لن يرضى بكل من يمثل حاشية الرئيس بوتفليقة من رؤساء للجيش أو من أخو السيد عبد العزيز بوتفليقة ومن الحاشية التي كانت تحكم الجزائر. الشعب الجزائري يطالب بتغيير كامل للسلطة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أصدقائي، السيدة ميركل لم تدلي بتصريح نهائي حول ما يحصل في الجزائر، وأيضا السيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لم يدلي بأي تصريح بما يحصل في الجزائر على غرار ما قامت به فرنسا. نعرف بأن فرنسا تكلمت حول لسان وزير خارجيتها وباركت للشعب الجزائري، وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية أيضا باركت للشعب الجزائري. حاليا بالنسبة للأمور السياسية في ألمانيا ما زالوا ينتظرون ماذا سوف يحدث. هذا بعجالة حول رأي الصحافة الألمانية والسياسة الألمانية فيما يدور في البلد الشقيق الجزائر. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.